أولاً أعتذر عن أي تكرار، لأن الأوراق التي سبقتني كانت تتحدث أيضاً عن معوقات تجربة 2002. يعني أحاول قدر الإمكان أن أختصر لأن الورقة شوي طويلة، لكن أيضاً أحاول أيضاً أن لا يعني أبخس الورقة حقها في قدر الإمكان، لأنها تجربة فيها معايشة. جاءت تجربة الفصل التشريعي الأول في 2002-2006 التي عقبت التصديق على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، والتي سبقتها كما هو معلوم تجربة برلمانية كانت واعدة في العام 1973، سرعان ما انقضت عليها السلطة السياسية وأجهضتها بعد أن شرعت قانون تدابير من الدولة السيد الصيت الذي حكمت تحت رحمته البحرين وشعبها لفترة تجاوزت 27 عاما، علقت فيها الممارسة الديمقراطية الوليدة وأبسط وجوه الممارسة السياسية باتجاه تحقيق الديمقراطية الموعودة. آنذاك أبند هذا تحقيق الديمقراطية الموعودة آنذاك، كما غيبت بقية التشريعات المتعلقة بإدارة شؤون البلاد، لتظل قبضة قانون أمن الدولة مهيمنة على مجمل الحياة العامة في البحرين طيلة الفترة التي امتدت من 23 أغسطس 75 حتى 15 من فبراير 2001. نستطيع القول أن بدايات تجربة الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2002-2006 كان يمكن أن تمثل تحولا جديا في المزاج العام لدى مختلف القوى السياسية في البلاد ولدى الشارع البحريني بشكل عام، نظرا إلى عدة اعتبارات ليس أقلها فترة الانتظار الطويلة التي عاشها شعب البحرين تحت رحمة قانون تدابير أمن الدولة، وما مثله من مصادرة حقيقية لأبسط مقومات الحكم العادل لشعب صغير في بلد صغير الحجم والمساحة، بات جل طموحه أن يزال ذلك القانون الظالم من على كاهلة ليمتلك بعدها القدرة على استعادة الأنفاس والبدء في عملية البناء. هذا الشعب الذي يمتلك طموحا ووعيا سياسيا واجتماعيا متفردا في منطقته الجغرافية والسياسية لم يكن ليقبل بأقل من استعارة الممارسة الديمقراطية الوليدة المصادرة. من هنا نستطيع أن نفهم حالة الشد والجذب والريبة والشك بل وعدم اليقين التي ترافقت مع بداية تجربة الفصل التشريعي الأول في عام 2002 من قبل مجاميع كبيرة من فئات وشرائح متعددة لدى شعب البحرين. نقول كان لهذه التجربة أن تمثل تحولا جديا نظرا لما سبقها من مخاض عسير وطويل تولدت على إثره حالة من الانفتاح العام سبقت التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني الذي جاء به أمير البلاد الجديد آنذاك، وقد تجلى ذلك في تلك النسبة العالية التي توجت بها نتائج الاستفتاء على الميثاق التي بلغت 98.4% والتي طبعت البلاد بآمال عريضة وفترة نهوض سياسي واجتماعي غير مسبوقة ربما في التاريخ السياسي البحريني، ذلك التاريخ الذي خبر كثيرا حالات وأوضاع متتالية جاءت على شكل انتفاضات وهبات شعبية استمرت منذ عشرينات القرن الماضي وحملت العديد من المطالب السياسية والمعيشية التي كانت في جوهرها عنوانا لوحدة الشعب بمختلف طوائفه وفئاته، كما أنها مثلت خلاصة الوعي الشعبي الطامح لحياة حرة وديمقراطية يجب أن تتوج بشراكة شعبية في صياغة القرار الوطني. وقد عزز من تلك الآمال والطموحات الخطوات التي سبقت عملية التصديق على ميثاق العمل الوطني، حيث بيضت السجون وعاد المنفيون من الشتات والمنافي وتم إلغاء تدابير ومحاكم وقانون أمن الدولة، الأمر الذي خلق شعورا شعبيا غامرا أفضى لنوع من المصداقية التي كانت مطلوبة بشدة حينها من أجل تعزيز واستثمار النظرة الإيجابية التي خلقتها أجواء الانفتاح السائدة آنذاك. وكان طبيعيا جدا والحال هذه أن يصاحب هذه التجربة البرلمانية الوليدة بعد تدشينها في منتصف ديسمبر 2002 الكثير من اللغط والتوجس والرفض والمخاوف والقبول أو حتى القبول الحذر بين مختلف القوى الاجتماعية خاصة، وأن هذه التجربة تأتي بعد بيات شتوي شديد للحراك السياسي والاجتماعي العلني للقوى السياسية الفاعلة على الأرض إبان التجربة البرلمانية الموؤودة في عام 1975، حيث غيبت القوى السياسية الفاعلة التي شاركت في تلك التجربة في السجون والمعتقلات والمنافي على خلفية مشاركتها وحراكها السياسي الفاعل في أوساط الجماهير والمجتمع المدني وبشكل خاص عبر النقابات العمالية وفي أوساط النخب الثقافية والمتعلمة وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى التي دخلت هي الأخرى مزاجا عاما يكاد يكون مغايرا نظرا لتدشين دورة اقتصادية جديدة بفعل التنامي المضطرد في أسعار النفط الذي أعقب حرب أكتوبر 1973.
تلك الشرائح التي انتعشت آمالها في حياة عصرية وممارسة ديمقراطية، وهي ترى قواها السياسية ونخبها تحقق شيئا من النجاح قبل وأد التجربة البرلمانية. ذلك المزاج العام كان في حينه جزءا مهما من الحراك الرافد لحالة النهوض المجتمعي، استطاعت معه القوى السياسية الفاعلة أن تحقق التفافا منقطع النظير في الشارع البحريني الذي لم تتلوث شرائحه وفئاته المختلفة حتى تلك اللحظة بأدواء الطائفية والمذهبية البغيضة. وكان لطبيعة القوى السياسية المؤثرة على الشارع حينها دورا بل أدوارا مهمة في هذا الجانب، وكانت بحق تجربة زاخرة بالكثير من الآمال والطموحات لجموع شعب البحرين على الرغم من قصر عمرها. نظرا لحالة الانقطاع القسري الطويلة التي قاربت 3 عقود بعد حل المجلس الوطني منتصف السبعينات، وممارسات السلطة السياسية القهرية تجاه كافة القوى السياسية الفاعلة آنذاك، فقد تعززت مجددا حالة انعدام الثقة التي طالما اصطبغ بها المشهد البحريني على مدى عقود طويلة. وساعد في سوداوية المشهد ما ترافق معها في حالات اعتقال طالت الآلاف من أبناء البحرين نساء ورجالا، وتخللتها حالات تعذيب وقتل داخل وخارج السجون، واغتيالات وملاحقات أمنية بحق النشطاء، وتسببت حالات النفي القسري للعديد من القيادات والنشطاء في عزل قوى سياسية مؤثرة عن شارعها لفترات طويلة، وأفراغ الواقع السياسي من محتواه الذي كان قد بدأ في التشكل إبان فترة الحياة النيابية الموؤودة، مما خلق فراغا سياسيا كبيرا على الرغم من المحاولات المستميتة التي بذلتها القوى السياسية الممثلة في قوى اليسار تحديدا، ونعني بها جبهة التحرير الوطني البحرانية التي نزلت بكامل ثقلها خلف كتلة الشعب ومطالبها الوطنية، وكذلك الجبهة الشعبية في البحرين التي قاطعت التجربة البرلمانية الأولى لكنها ظلت رقما مهما إلى جانب تيار حزب البعث وبعض القوى الإسلامية حديثة التشكل. وقد فرضت ظروف حل المجلس الوطني تجاه تلك القوى الممارسات السرية للعمل السياسي، الأمر الذي أحدث بطبيعته انكفاء قسريا وتراجعا على المستوى الجماهيري تلك القوى التي وجدت ضالتها فيما بعد عبر اللجوء للاستفادة قدر المتاح من مختلف أوجه العمل المدني المحدودة كالأندية والمنتديات الثقافية والفنية وحتى الرياضية. وكان العامل الأبرز هو توظيف تلك القوى الوطنية للنشاط الطلابي في الداخل والخارج، والذي مثل بحق رافعة حقيقية أثرت ودعمت تجربة التيارات والأحزاب الوطنية، وقدمت للساحة السياسية كوادر ونشطاء على عكس كل ما قامت به السلطة من ممارسات فجة شرعها قانون أمن الدولة وتدابيره. أحاول أختصر. وقد أنهكت الضربات المتتالية التي تعرضت لها القوى السياسية التقليدية التي تمثلت في قوى اليسار، وكان آخرها تلك الضربات بالتحديد الضربة الكبرى التي تعرضت لها تيار جبهة التحرير منتصف الثمانينات من القرن الماضي. وفي المقابل برزت للسطح قوى سياسية تمثلت في قوى الإسلام السياسي الشيعي بامتداداته المعروفة، مستفيدة من نجاح الثورة الإيرانية في عام 79، فقد برزت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ممثلة لما عرف بالتيار الشيرازي، وكذلك حركة أحرار البحرين القريبة من توجهات حزب الدعوة في العراق. هذه القوى مجتمعة وغيرها مثلت توجها متناميا في الشارع إبان مطلع الثمانينات، وما تلاها من حراك مضمن أعاد حقيقة الصراع مجددا إلى الواجهة نتيجة ما أحدثته أيضا ممارسات السلطة وجهازها الأمني من ممارسات وتعذيب وقتل ونفي وتمييز استفاد مما وفره قانون أمن الدولة وتدابيره من مصادرة لأبسط الحقوق السياسية والاجتماعية. تلك كانت خلفية بانورامية لا بد منها، وهي تشكل مدخلا مهما لفهم طبيعة وتداخلات المرحلة التي أعقبت التصديق على الشعبي الجارف على ميثاق العمل الوطني الذي كان مؤملا منه، كما كانت تطمح مختلف القواعد والقوى السياسية إخراج البلاد من عنق الزجاجة على خلفية تلك المعاناة المضنية التي استمرت عقودا وتسببت فيها ممارسات السلطة السياسية وصولا لما نتج عن أحداث التسعينات من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي لا تسأل عنه القوى السياسية أبدا، والتي كانت هي والبلاد محكومة بقبضة أمن الدولة وتدابيره ومحاكم الأمنية غير العادلة. يجر القول هنا أن الانقلاب الذي أحدثه الارتداد الرسمي من قبل السلطة على الكثير من التعهدات الجوهرية حول طبيعة ومسار الحكم وإدارة البلاد التي قدمتها كتابة وشفاهة للقوى السياسية والشارع البحريني، ومن خلال ميثاق العمل الوطني الذي كان للتو قد تمت المصادقة الشعبية عليه، فقد تسببت تلك الخطوات التراجعية في رفض شعبي وسياسي عارم عاد الأجواء الاحتقان والريبة والشك مجددا، وربما بزخم أكبر هذه المرة نتيجة لإحساس الناس والشارع بالخذلان الذي تسببت فيه أكبر
تسببت فيه السلطة بالعودة عن تعهداتها، الأمر الذي أحدث بدوره خلخلة متوقعة في صفوف القوى السياسية المختلفة، انعكس لاحقا على موقفها من المشاركة في انتخابات 2002 التي باتت حينها على الأبواب. وتسببت ثنائية المشاركة والمقاطعة في فرز وانقسام الشارع البحريني الذي لم يكد يفيق من نشوة ما بعد التصديق على ميثاق العام الوطني بعد. وبالفعل شاركت قوى سياسية رئيسية في انتخابات 2002 أملا في إحداث نقلة نوعية وتحول يفضي بدوره إلى الدف بما عرف حينها بالمشروع الإصلاحي الذي جاء به ميثاق العام الوطني الذي لا زال حينها محتفظا بشيء من بريقه، وعدم ترك الساحة لبعض القوى الرجعية والانتهازية من الهيمنة على زمام التشريع والرقابة من داخل المجلس المنتخب، ومن ثم العودة بالبلاد أشواطا وعقودا إلى الوراء يصعب معها بعدها إصلاح ما تحدثه من خراب بفعل وجودها، علاوة على الرغبة التي تملك القوى المعنية بالمشاركة بإحالة البرلمان لساحة نضالية أخرى يسهل من خلالها محاصرة النظام وفضح التراجعات وتصحيح المسار، فيما ارتأت قوى أساسية أخرى تمثل في مجملها غالبية من الشارع المعارض مقاطعة تلك الانتخابات بدواعي عدم السماح بالعودة بالبلاد مجددا إلى الوراء. بفعل ما أحدثه الانقلاب على الدستور العقدي من مخاوف وتراجعات حقيقية أعادت مجددا أجواء انعدام الثقة وألقت بظلالها على حالة الشك والريبة. وكان من بين أهم معوقات العمل النيابي في الدور التشريعي الأول 2002-2006 هو مشاركة مجلس الشورى المعين للمجلس المنتخب في التشريع وجزء من الرقابة، وكذلك ما أوجدته اللائحة الداخلية التي فرضت فرضا على المجلس المنتخب قبل انعقاده والتي فيها الكثير من المعوقات والقصور الواضح والذي تسبب في إعاقة الدور التشريعي والرقابي المطلوب شعبيا من المجلس المنتخب. وهذا الأمر كثيرا ما أحدث رفضا وامتعاضا مستمرين حتى الآن من الكتل النيابية المعارضة والمالية على حد سواء، ويمكن العودة إلى تصريحات أعضاء وممثلي الكتل النيابية على مدى 3 فصول تشريعية حتى الآن لسماع تلك الشكاوي التي ضجت كثيرا بحجم ما أحدثته اللائحة الداخلية من إعاقات في وجوه عدة للعمل التشريعي والرقابي، ومنها على سبيل المثال للحصر القيود التي تحدثها اللائحة الداخلية للمجلس المنتخب على عملية الاستجواب، وكذلك دورة القوانين الطويلة وآلية صياغة القوانين المقترحة وغيرها الكثير من القيود التي أعاقت بشكل جلي كل التشريعات والمقترحات التي لا ترغب فيها السلطة التنفيذية. على الرغم من بذل القوى التي تمثل المعارضة تحديدا ونعني بها كتلة النواب الديمقراطيين التي تمثل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ومعها بعض الوجوه النيابية القليلة جدا داخل برلمان 2002 من جهود في هذا الشأن، وكذلك كتلة الوفاق النيابية في برلمان 2006 لإصلاح ما أفسدته اللائحة الداخلية المعيقة، حيث تمت المطالبة بلائحة داخلية جديدة وتقليص دورة تشريع وتعديل آلية الاستجواب ونقلها من اللجان للجلسات العامة العلنية، بالإضافة إلى أن تكون للمجلس جهة اختصاص مستقلة لصياغة القوانين والمقترحات وليس بإعطاء هذا الحق للسلطة التنفيذية. لقد ساهمت نتائج ثنائية المشاركة والمقاطعة التي فرضتها السلطة عبر ما قامت به من انقلاب على الدستور العقدي في إحداث تشوهات معيبة ومعيقة للسلطة التشريعية عبر السماح بإيصال نواب وكتل بأكملها ليس لها طعم أو لون أو فعل حقيقي باتجاه تطوير العمل البرلماني الذي يفترض أن يمثل رافعة حقيقية للعمل السياسي والتنموي في البلاد، مما جعلها في الغالب العام كتل اعادت الاعتبار لكتل الموالاة التقليدية، وهي لذلك تحدث مفعولا سلبيا وتشويها حقيقيا في دور ومهمات السلطة التشريعية، مما جعلها أي تلك الكتل عامل إعاقة إضافي كبير ومؤثر يضاف إلى بقية الإعاقات التي تحدثها السلطة أمام تطور المسار الديمقراطي في البلاد. وليختصر دول غاربية الكتل في أحسن الأحوال على إبداء رغبات على شكل أسئلة عامة لا تقترب في الغالب من عملية الاستجواب واقتراحات برغبة لا تلزم بسببها السلطة التنفيذية بأي استحقاق فعلي ويعيقها التقادم وما توفره اللائحة الداخلية من سهولة التهرب من تنفيذها. وعلى عكس الإرادة الشعبية الطامحة في دولة ديمقراطية حقيقية تحميها مؤسسات فاعلة، فقد نجحت السلطة في فعل كل ذلك وجعلت من المؤسسة التشريعية أمرا شكليا وغير مؤثر، بل هو في أحسن الأحوال صوتا داعما لتوجهاتها، وحتى أنها استشكلت حتى مجرد كونه ظاهرة صوتية مزعجة لها أحيانا، وهي التي طالما حصنت نفسها جيدا بوجود مجلس معين ولائحة داخلية معيقة بحق
لا تساعد المجلس المنتخب على القيام بمهماته ودوره، وزادت الوضع سوءا بأن عمدت إلى خلق كتل وتيار موالي جارف استفاد كثيرا مما وفرته الدوائر الانتخابية غير العادلة التي لا زالت السلطة ترفض تعديلها على الرغم من حجم التباين الواضح والإجحاف الذي يمنع قوى المعارضة من التأثير في العملية الانتخابية، لأنها ببساطة تجد فيها ضمانة لعدم استقلالية السلطة المنتخبة وتأثيرها الإيجابي في عملية الشراكة في القرار، ولتضمن بذلك عدم تحقيق مساءلة نوعية لما تعج به موازنات الدولة وتقارير ديوان الرقابة المالية والممارسات الاقتصادية والمالية التي تضج بالفساد على نحو ما أوضحنا بعضا منها هنا، والتي جعلت من السلطة أكبر تاجر يهيمن على المشهد الاقتصادي في البلاد، في تعارض واضح مع نهج اقتصاد السوق الذي تتبعه قولا لا فعلا. من هنا نفهم جيدا مغزى عدم وجود إرادة سياسية حتى الآن لتعديل الدوائر الانتخابية التي يشوبها هضم كثير لما يمكن أن تمثله قوى المعارضة السياسية من فعل مؤثر في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق مستوى مقبول من العدالة الاجتماعية والاقتصادية المفتقدة، والتي تصبغ المشهد العام في البحرين وتشيع حوله وجوها متعددة من التمييز وضياع العدالة المطلوبة التي نادى بها الدستور والقوانين النافذة لكنها لا تلقى صدى. الخلاصة، كان يمكن للتجربة البرلمانية الوليدة التي امتدت بين العام 2002 و 2006 أن تمثل تحولا حقيقيا نحو تحقيق شراكة سياسية بين النظام والقوى السياسية المختلفة على الساحة البحرينية، فيما لو توافرت الإرادة السياسية القابلة لإنجاح الشراكة المطلوبة والمنتظرة، والتي كان مجرد الأخذ بها والعمل على تطويرها سيعزز المسار الديمقراطي وممارسات حقوق الإنسان ويؤكد تعهدات البحرين أمام دول العالم ويجنب البلاد والعباد الكثير من الدماء والعذابات التي تسببت فيها الكثير من الهزات الاجتماعية والقلاقل السياسية التي شهدناها لاحقا في البحرين جراء زيادة التعقيدات في المشهد العام البحريني، والذي لم تفلح معها كثرة الدعوات الصادقة التي بذلتها وتكررت كثيرا بعض القوى السياسية الفاعلة، خاصة تلك التي طالبت بمشاريع تعزز الوحدة الوطنية وترفض الانقسام الطائفي، وتلك التي لا زالت مستمرة في الدعوة لحوار جاد وحقيقي بين شركاء العمل السياسي وإجراء تعديلات دستورية باتجاه تحقيق ضمانة حقيقية للجميع دون استثناء، إلا أن العامل الحاسم في هذه المسألة والذي وقف حائلا دون تحقيق تلك الشراكة هو غياب الإرادة السياسية لدى السلطة التي لا زالت تعيش تناقضاتها المستمرة داخل دوائرها، يضاف إليه إصرارها على المضي في الاستئثار بالسلطة والنفوذ والثروات وتهميش مختلف القوى والشرائح وعدم الاستفادة من تجارب الآخرين القريبة والبعيدة في بناء نموذج الحكم مستقر قابل للحياة، وعدم القبول الرسمي بمنطق العصر المجرب في تحقيق الشراكة التي تعزز من فرص الاستقرار السياسي وتبعد البلاد عن حالة التأزيم المستمرة منذ عقود، والتي نعيش في الوقت الراهن بعضا من فصولها شديدة القسوة على المجتمع والشعب ومستقبل التنمية في البلاد، ولا تضع اعتبارا للمستقبل وطموحات الأجيال القادمة في بناء حياة اجتماعية وسياسية واقتصادية تقوم لتحقيق الشراكة الحقيقية بحيث تحترم فيها قيم المواطنة والعدل والمساواة، وتعلى فيها ممارسات واحترام حقوق الإنسان، وتساءل وتحجم فيها ممارسات قوى الفساد، ويحاصر فيها الاستبداد السياسي والتخلف الذي لم يعد مقبولا في عصرنا الراهن كما لم يكن مقبولا على الدوام. وشكرا لكم جميعا.